أحداث دمار هائل، تدمير بنى تحتية، قتل المدنيين على نطاق واسع، ربما بحسب مراقبين هذا الخيار المتوفر اليوم أمام إسرائيل التي تعيش يعني حالة من الارتباك كما وصفها أستاذ توني بولس قبل قليل، تعيش حالة من الارتباك. فهل لا تزال خيارات الجانب الإسرائيلي غير واضحة؟ بنك الأهداف غير معلوم أو واضح حتى اللحظة؟ ما يدفع الجانب الإسرائيلي للجوء لسياسة الأرض المحروقة باستخدام ربما شكل جديد من الصواريخ وأيضا القنابل لتصل لعمق الأنفاق ربما؟ أعتذر عن انقطاع الصوت قبل قليل، لكن أريد أن أقول بالفعل من الواضح أن إسرائيل ارتكبت خطأ استخباري فادح كبير جدا. يعني خلال هذه العملية من خلال التسريبات يبدو أنه أعد لها خلال عامين، بمعنى أن هناك أن الفصائل الفلسطينية نجحت في تضليل عناصر الاستخبارات الإسرائيلية طوال عامين، والعمل بخفاء عن كل الاستخبارات سواء الإسرائيلية أو الأمريكية. النقطة الأخرى، بالفعل يبدو أن هناك عناصر، ربما أن هناك عناصر في الداخل الإسرائيلي إما أن تكون قد تخادمت أو سهلت للعناصر الفلسطينية من خلال هذا الاختراق. يعني أنت تتفق مع ما تحدث به أستاذ توني بأن ربما هناك صراع داخلي يعني في الداخل الإسرائيلي؟ دون أدنى شك، الأوضاع في الداخل الإسرائيلي كانت واضحة، التظاهرات التي قامت ضد نتنياهو ومن خلال محاولة ما يسميه بإصلاح المنظومة العدلية ورفض المحتجين الإسرائيليين بمئات الآلاف، العناصر اليمين المتطرف الإسرائيلي الآخر أيضا كان ضد نتنياهو، مما يعني أن الفصائل الفلسطينية عزفت على الاختلاف الإسرائيلي الداخلي وتمكنت من خلق تخادم إسرائيلي لأول مرة في اعتقادي تنجح الفصائل الفلسطينية في خلقه. ذكرنا حقيقة بيوم 6 أكتوبر وتحت هذه العملية في 7 أكتوبر بعد 50 عام ويوم واحد، وهي حقيقة يعني تثبت بأن التناسي الهم الاستخباري قد يولد الضعف في أي لحظة. ما تعيش إسرائيل الآن من تشتت وارتباك وعدم تحديد بنك الأهداف، أنا أجزم أن لديها بنك أهداف رصد منذ أعوام، لكن الأخطر أن إسرائيل نجحت في تأليب الرأي العام الدولي بأكمله ضد الفلسطينيين، مما سيبيح لها ارتكاب مذبحة.